انت بلا رئيس جمهوريه بعد يومين بيخلص العهد، انت بلا رئيس جمهوريه، انت بلا حكومه، انت مع مجموعه ما رح تتاخر قصه الرئيس. ليه ما رح تتاخر؟ ما رح تتاخر، ليه؟ في شغل حتى امبارح أونستاين قال انه سيكون للبنان قريبا رئيس جمهوري. مش مساله اشهر قليله. امبارح جاي عرض احدى الدول عرضته على حزب الله بعتقد. إيه؟ شو العرض؟ سليمان فرنجية رئيس ونواف سلام رئيس حكومة. مقايضة بين سليمان فرنجية ونواف سلام يلي هو كان مرفوض بالكامل من قبل حزب الله. لا ما عنده حدا مرفوض بالكامل حزب الله. لا مرفوض. هلا جاي العرض ممكن هلا يمكن ما يمشي. بس في عرض صار. مين عرضها؟ فرنسي ولا أمريكي؟ دولة من الدول ما بعرف شو. لا ما فيك تقلي العرض اللي ما بعرف الدول. لا ما بعرف خلص دولة. شو بدك بالعرض انت؟ مين شو بدك؟ الدجاجي مين باضة والان مين عمر وخلص. أنا هيك صار. خلص العرض موجود على الطاولة هلق. أوكي. الحزب طلب مهلة حتى يناقشوا مع حلفائه بعتقد. مع جبران باسيل يعني. لا الحزب ما بيعمل هيك، بيناقش معي مثل ما بيناقش مع جبران. وبيناقش مع عبد الرحيم مراد مثل ما بيناقش مع سليمان. لا ما بيعمل هيك الحزب، ما بيميز بهالقصة. بيبرم في مجموعة من الحلفاء عادة، بياخذ رأيهم وبيعطيهم الصاير. بس انه بس قديش في إمكانية لهيدا النقاش وتحديدا مع التيار الوطني الحر ومع رئيس التيار الوطني الحر؟ امبارح كان في بصراحة لحد هلا كان في كلام لفخامة الرئيس يعني. امبارح شفنا الجنرال هون بعد مش فخامة الرئيس. انا حوالي الجمعة الماضية، لا كانت المقابلة موفقة. ما عم اقول مش موفقة، بس عم اقول كان الجنرال لا هي اللي بعرفه بالرابية، فتح معارك على الكل اللي بنعرفه بالرابية، بما فيهم حليفه الاساسي يلي قال انه السيد عينتين، بس كان ضربه على الحفر ضربه على المسمار يعني. ما في السيد يعمل مشكلة شيعية، عرفتي كيف؟ ارضاء للتيار الوطني الحر. ما كمان لازم يفهموا هذه الحساسيه هني على الساحه الشيعيه. الامر هني فاهمينها، بس خليني نروح الى عمليه الاقناع. هنروح الى عمليه الاقناع يعني. رايحين نحن عم اقول لك جايين بكره نهار الاثنين على فراغ كامل شامل. حكومة ورئاسة الفراغ الشامل. حتى البطرك ما كان محمس للحكومة. هلا بتخبرني شو حكيت انت والبطرك؟ بس خليني في ضغط جدي من هون للأحد تعملوا حكومة. بس ما في إمكانية، كان واضح انه ما في إمكانية، وكلام فخامة الرئيس امبارح بيقول ما في إمكانية. ما بتعرف شو معلوماتك؟ لا الرئيس ميقاتي قال في إمكانية لحكومة وقفلها امبارح وزادها يعني. هلا بس يقول لك ميقاتي شيء خدي عكسه، وفخامة الرئيس قال فاتح مجال لهاليومين للأحد يعني. ممكن تركب. شو المعطيات اللي ممكن يخلي حكومة تركب؟ مشي الحزب ضاغط انه ما فينا نروح على الفراغ، بدنا نمشي مصالح الناس على الأقل. ضلك تصرف شوية مصاري على الأقل بموضوع الإدوية، بموضوع وبعدين النفط. ما هلق ولهم بدهم يرجعوا ويلازموا. ما هلق بأيو حالهم؟ هل أيو حالهم بيت البساتني يرجعوا على موضوع الفيول؟ معلق في شيء ما عم بتنتبهوا له انتم. 100 مليون دولار بدهم يصرفوا كل شهر من شان ترجع عصابه النفط ويرجعوا بيت البساتني يوزعوا من الصندوق الاسود. بدهم يصرفون هون، بدهم يصرفون نجيب ميقاتي ونبي بري. فبدهم يرجعوا بيت البساتني يوزعوا من الصندوق الاسود على السياسيين اللي كانوا وزعوا لهم. فهلق جربوا بموضوع النفط العراقي ما مشي حالهم، هلق هيئتهم واعدينهم بموضوع الفيول. فأنا بتمنى على القضاء هي حاله جديا شي مرة يعمل له شغلة مضبوطة، شي مرة يبادر يقول لهم ليش هلق بكون تعملوا هيك، ليش بكون ترجعوا. ما حدا في يقف بوجهه هذا الكلام؟ وين حزب الله؟ ما انه حزب الله ما بيخانق حدا حساب هالامور، وهي مشكله نحن وحزب الله عم نناقشها. شو يعني ما بيخانق حدا؟ صرنا عمليه نهب ومنهج. بدي خبرك شغلي، صرنا مناقشينا 100 مره مع الحزب. الحزب كرمال ملف فساد ما عم بيعمل مشكله مع حدا، وهيدي مشكله. هي مشكله نحن بدنا نستعمل الحزب تيختلف مع كل الناس كرمال يعالج لنا محل الفساد. نحن كناس بدنا نعمل شيء، ما فينا هيك. شو فينا نعمل نحن كناس؟ ما بعرف، ما فينا هيك. نعمل شيء بالانتخابات ما عملناه. عصابة الفيول هي ذاتها. هلق بعد العون بدها ترجع عصابة الفيول.